لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. البداية من صحيفة الميثاق الوطني، ونقرأ في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان انهيار الدينار أمام الدولار وغضب شعبي متصاعد، حيث يشهد العراق تراجعا وانهيارا مستمرا منذ 20 عاما في التعليم والصحة والخدمات المتنوعة من الكهرباء والماء الصالح للشرب، يرافقها انتهاك خطير لحقوق الإنسان من الاختطاف والاغتيالات إلى التهجير، فضلا عن التغيير الديموغرافي مع حياة غير آمنة للعائلة العراقية، حتى وصلت جرائم أحزاب العملية السياسية إلى سرقة مفردات البطاقة التموينية، وهو ما تسبب بارتفاع نسبة الفقر واتساع رقعة البطالة وتفشي الأمراض، حتى أصبح العراقيون لا يهتمون بتراجع المستوى الثقافي الخطير، وتصدر الثقافة الهابطة التي لا يعرف عنها الشعب العراقي غير أن الميليشيات المسلحة وأحزاب السلطة والأجهزة الأمنية تقف خلفها وتصدر ما يسمى الفاشينيستا، والعراقيون يسعون جاهدين لتوفير لقمة عيشهم ومتطلبات حياتهم. أصبح العراقيون في مأساة حقيقية، خصوصا بعد انهيار الدينار العراقي المتسارع الذي يهدد لقمة العيش بشكل كبير جدا، وهذا الانهيار تتحمل مسؤوليته إيران ووكلاؤها في العراق من حكومة الإطار التنسيقي وموظفها محمد الشيع السوداني الذين يهربون الدولار إلى إيران، فضلا عن تغطيتهم غسل أموال السياسيين المستمرة بشكل مخيف جدا من خلال شراء العقارات بمبالغ كبيرة والتأثير في سوق العقارات وتحويل أموالهم خارج العراق، يقابله إطلاق سراح الفاسدين والسارقين من حكومة السوداني والإجراءات الحكومية المنحازة إلى استمرار انهيار الدينار العراقي التي تهدف إلى إبقاء تهريب الدولار إلى إيران وتجاهل التحذيرات الدولية من انهيار الدينار العراقي باستمرار تهريب الدولار. إلى ملف الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، حيث يقول الكاتب أحمد موفق زيدان إنه كان الأعنف من نوعه بحسب الخبراء والمؤرخين، بحيث لم تتعرض سوريا لمثله منذ عام 1138، حيث تدمرت مدينة حلب بشكل شبه كامل نتيجة الزلزال المدمر. الزلزال الذي ضرب المنطقة أسفر بحسب الإحصائيات الأولية عن دمار هائل وضخم وكبير في مدن تركيا، وتحديدا في أنطاكيا ومرعش وغيرها من المناطق في الجنوب التركي، حيث انهارت مبان ولا يزال البعض تحت الأنقاض، وتشققت الطرقات العامة كحال الطريق أنطاكيا الريحانية الذي توقف عن الحركة بعد التصدعات التي وقعت عليه، فكانت أضخم وأكبر من التشققات التي حصلت في شوارع باكستان يوم حصول زلزالها في عام 2005. الزلزال الذي دهم أهالي الشمال السوري المحرر ليلا زاد من معاناتهم في مواجهة عواصف الثلوج والأمطار التي يعانون منها لأيام وسط قلة المعونات والمحروقات، ولعل حال المخيمات التي يسكن أصحابها تحت الخيام أحسن حالا في هذا الزلزال من غيرهم الساكنين في المباني، بحيث انهيار الخيام على بعضهم لن يلحق بهم الأذى والضرر كحال ساكني العمارات والمباني، ولكن سيظلون يعانون من عواصف الأمطار والثلوج. مثل هذه الحال ستجعل الكل متضررا في الشمال السوري إن كان من ساكني البيوت والعمارات بسبب الزلازل والهزات الارتدادية التي لا تزال تتوالى، أو بسبب عواصف الأمطار والثلوج التي تلحق الأضرار بالمخيمات، وهو ما يجعل الجميع يعاني في هذه الأيام بغض النظر عن السبب. الأمر الذي يفرض على العالم كله وخاصة العرب والمسلمين النجدة لمساعدة متضرري الزلزال ومتضرري العواصف الثلجية والمطرية. إلى صحيفة العربية الجديد، حيث خلف الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرقي تركيا ومناطق الشمال السوري تساؤلات عديدة حول كيفية تفادي الكوارث الطبيعية وتجنب الخسائر البشرية والمادية الجسيمة بعد أن أسفر الزلزال عن مقتل المئات وانهيار مئات المباني السكنية، وتبقى الإرشادات والاحتياطات هي السبيل المثالي لإنقاذ الأرواح وحماية الأطفال والمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على رأسها صلابة المباني ومراعاتها معايير السلامة العامة.
وتقول مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان مارلين البراكس للعربي الجديد إنه من الضروري التحرك بشكل آلي عند حدوث هزات أرضية والمعرفة المسبقة بالاحتياطات اللازمة وحتى التمرن عليها لإجادة تنفيذها، فالهزة تستمر لثوان لكننا لا نملك ترف الوقت لاتخاذ القرارات. يجب على كل شخص معرفة المنطقة الأكثر أمناً في منزله والتي تختلف من منزل إلى آخر بحسب تصميمه ومحتوياته. الجدران المدعمة بالحديد تعد الأكثر أمناً، ومن المفضل الوقوف بجانبها لأنها آخر ما يسقط في المنزل، وفي حال كنا نقطن في الطابق الأرضي فمن الضروري الخروج فوراً والبقاء بعيداً عن المبنى تفادياً لتهاوي أي حجر على رؤوسنا. أما سكان الطوابق العالية فالذين لا يملكون الوقت للخروج فعليهم حماية أنفسهم مؤقتاً عبر عدة إرشادات، من بينها الابتعاد عن الزجاج والثريات والأسقف المستعارة والمكيفات والمكتبات والخزائن وعن كل ما يمكن أن يسقط ويتسبب بالإيذاء. كما يجب اللجوء إلى الاختباء تحت طاولة خشبية سميكة وليس طاولة من الزجاج كي تحمينا من الأشياء المتساقطة. أهمية حماية الأطفال والرضع كما نحمي أنفسنا، والبداية تكون بالمبادرة إلى تغطية رؤوسهم فوراً وإبقائهم في مكان آمن وتحت طاولة قوية تتحمل الارتطام. استحوذ الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا على اهتمام خاص من علماء الزلازل والجيولوجيا حول العالم، إذ اعتبروه واحداً من أقوى الزلازل على الإطلاق، كما حذروا من وقوع تبعات محتملة. وبلغت قوة الزلزال 7 درجات و18 درجة على مقياس ريختر، كما تبعته هزة ارتدادية، وهو ما تسبب في دمار هائل وخلف آلاف القتلى والمصابين، في حين لا يزال مئات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. ووصف المختصون الزلزال بأنه الأكبر في تاريخ المنطقة، ولا يقترب منه في القوة سوى زلزال أرزنجان الذي حدث في شمال شرقي تركيا عام 1939، والذي تسبب بأضرار كبيرة في ذلك الوقت بحسب تقرير لموقع الجزيرة نت. إن الزلزال سيسجل بوصفه واحداً من أكبر الزلازل التي حدثت في منطقة سكنية في تاريخ الكرة الأرضية. وأكد المختصون أن قوة الزلزال قد تتسبب في العديد من التبعات، أبرزها حدوث انهيارات أرضية في أماكن متفرقة، وقد يحدث ذلك تحت البحار، ولكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى تسونامي. وأشارت عالمة الزلازل سوزان هوف في تغريدة لها إلى أن إنشاء نموذج كامل يوضح ما حدث وتوزيع الاهتزازات قد يستغرق بعض الوقت، إذ يحتاج الأمر إلى بعض الصور من القمر الصناعي لتبين كيف تحركت الأرض. ورد المختص بمخاطر الزلازل بريان أورسون على تساؤلات البعض عن ارتباط الزلزال بموجة الطقس البارد التي تضرب تركيا هذه الأيام، بأنه لا علاقة بينهما حيث تقع الزلازل طوال العام ولا تتأثر بالظروف الجوية. نشر موقع بي بي سي تقريرا حول هناك مئات العائلات وألاف الأشخاص تحت الأنقاض حتى الآن، وتعمل فرقنا تحت الاستنفار الكامل بينما الوضع صعب جدا، مؤكدا أن الأبنية التي انهارت كانت قد تعرضت للقصف السوري الروسي سابقا. وأضاف أن الشمال السوري أصيب بكارثة إنسانية حقيقية، بينما عشرات آلاف العائلات بلا مأوى وسط عاصفة ثلجية تضرب المنطقة ودرجات الحرارة تحت الصفر دون غذاء أو أي شيء يمكن أن يساعدها على الحياة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مئات العائلات ما زالت تحت أنقاض المباني المدمرة في بلدات ومدن شمال غرب سوريا في ظروف صعبة تواجه فرق الإنقاذ والفرق الطبية، لافتا إلى أن حجم الكارثة تفوق قدرة الإمكانيات المتوفرة في المنطقة. وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة تسونامي. في غضون ذلك طالب الائتلاف الوطني السوري في بيان رسمي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية بالتدخل العاجل لإغاثة أهالي المدن والبلدات السورية التي ضربها الزلزال.
وتركزت آثار الزلزال في الشمال السوري وامتدت حتى الساحل السوري ووسط البلاد في حماة وحمص، وقد وصلت الهزات الارتدادية حتى العاصمة دمشق. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى تقرير مصور لصحيفة العربية الجديد حول الكارثة في الشمال السوري. فلا تزال فرق الدفاع المدني بمساعدة الجهود الأهلية تحاول رفع الأنقاض عن عالقين تحت المباني المنهارة في بلدة الدانة شمال إدلب من جراء الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا المحاذية للحدود السورية، والذي خلف حصيلة كبيرة من الضحايا ووضعا مأساويا أقسى من أهوال الحرب وقصف النظام وروسيا. تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر أبنية مهدمة عقب الزلزال، وتقع تركيا في واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطا في العالم. وفي عام 1999 لقي أكثر من 17 ألف شخص مصرعهم بعد زلزال قوي ضرب شمال غربي البلاد. هناك مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير في الساعات المقبلة. نتابع الآن فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. من هلا للجمعة أو لعشرة أيام رح نحس بزلازل رح ترجع تصير، بسموها ترددات، أو هي زلازل وفيها تكون أصغر من الزلزال الأساسي اللي مرق، نضل نحس فيها لكان على جمعة أو لحد عشرة أيام بقوة أقل، قليل كتير فيها تكون بنفس القوة أو قوة أقوى، بس إجمالاً بيكونوا بقوة أقل. ونحن عم نسجل من ابتداء من الليلة، من قبل ما صار وقتها صار الزلزال لهلأ سجلنا بحدود 100 وعم يزيدوا بعدها بالترددات، بس ما كلهم حسينا فيهم لأنه المصدر بعيد عنا، يعني وقتها بتكون بقوة 4 ولا 5 بتركيا ما كتير منحس فيها. الصدع على نحن منقله بطريقة علمية الفالق يلي هو الكسر اللي بيمتد بين الصفائح التكتونية على وجه الأرض. في تصدعات أو الصدع من كلمة إنه تشققات، ونحن منقلها بطريقة ساينتيفيك بنسميها فالق. الزلزال ما بيتأثر بالتغيير المناخي، لأنه الزلزال مثل اللي صار هلأ بتركيا عم بعطي اكزامبل صار على غمق 17 كيلومتر، كثير غميق والمصدر تبعه غميق،
حتى لو كان فيش أكثر من هيدا الغمق ما بيتأثر بالتغيرات الطبيعية، خاصته بشو عم يصير بجوف الأرض، بالتحركات الباطنية للأرض هي اللي عم تخلي الصفائح تتحرك ويصير هيدا الشيء. العوامل تيصير زلزال، هلا شو الزلزال؟ هو كسر على الفالق، يعني بيكون في هيدا الفالق عليه ضغط ستريس بيزيد مع الوقت وبيوصل لمرحلة ما بيعود يتحمل هيدا الضغط بينكسر، بيصير كسر بمنطقة معينة بتعمل ارتجاجات بتبعت امواج بقلب الارض بتصير بنحس فيها، تسافر لبعيد، يعني بنحس فيها بمناطق بعيدة إذا كان قوي. الضغوطات اللي بتصير على الصفائح التكتونية بتجي من حركة الجوانية للأرض، بس يكون عندنا حركة بقلب الأرض اللي هي حركة دائمة بتخلي هو الصفائح تتحرك واحدة بالنسبة للتانية. هو الصفائح بدنا نتخيلها بازل بتغلف الأرض، ووقتها بيتحركوا قطع البازل أو قطع الصفائح على بعضها بيصير في ستريس أو بيصير في ضغوطات واحدة على التانية بتصير بتضغط وبدها تنكسر بشي محل مشان ينفس هيدا الضغط. الارشادات انه لازم ننبه الاولاد من هن وصغار تيكبروا مع الفكره كيف يحموا حالهم بحال صار في زلزال، يعني ما فينا دائما نقول له للولد او للكبير تخبى تحت الطاوله، يعني اذا كانت الطاوله ازاز تنكسر على راسه، فما في دائما ارشاد واضح نقول له اياه، بس نحن بطبيعه حياتنا اليوميه وين بنكون موجودين لازم دائما نكون يقظين وعارفين شو المحلات او الزوايا الامن شيء نتواجد فيها بحال صار زلزال. ما عندنا وقت نفكر، لازم دغري نركض ونكون حاضرين قبل بوقت مشان نعرف شو نتصرف بوقت صار الزلزال. نلقاكم باذن الله.